بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة حلقة نهاية الأسبوع، لأن النهاردة بالتأكيد هيكون الحديث عن مباراة الإسماعيلي، وبكرة بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء على استاد برج العرب الأهلي والإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 18 للدوري العام. بالتأكيد خلاص الأهلي بيغلق الملف الإفريقي مؤقتا، يعود من جديد للمنافسات المحلية. بكرة بإذن الله هيكون استوديو تحليلي الساعة 5، فالنهاردة بالنسبة لنا في الترند حلقة نهاية الأسبوع، استعدادا بقى لمتابعة مباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي، مباراة مهمة جدا، انطلاقة وعودة من جديد للمارد الأحمر للبطولة المحلية. أربع مباريات متتالية في أقل من 10 أيام قبل الاستعدادات لمواجهة الترجي التونسي يومي 18 و25 من شهر مايو المقبل. حلقة فيها كواليس كتيرة، تفاصيل مهمة، هنلقي الضوء على آخر الاستعدادات. النهاردة التدريب بالنادي الأهلي كان حوالي الساعة 4، بعد قليل على طول الفريق هيتحرك إلى الأسكندرية للمبيت في برج العرب. أخبار المباراة، استعدادات الفريق، قائمة الفريق، أبرز المصابين بعد مران الأمس، كل ده بالتأكيد هنعرفه النهاردة من خلال متابعتنا لتدريب فريق النادي الأهلي. كمان النهاردة في كلام كتير جدا في السوشيال ميديا، في موضوعات كتيرة هنتكلم فيها ونطرحها من خلال فقرة ترند الأهلي. حكام مباراة بكرة بعد العودة للمباريات المحلية، كل ده بالتأكيد هنتكلم في تفاصيله من خلال فقرات برنامج الترند. لكن بسرعة هنبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، ونسخن بدري كده بقى على المشوار المحلي والجولة، يعني نقدر نقول المباراة رقم 12. الأهلي لعب 11 مباراة في الدوري العام، وبكرة المباراة رقم 12، فعايز أعرف توقعات حضراتكم على نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا في الدوري العام، ومين كمان ممكن يسجل الأهداف. تقدروا تشاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم وآرائكم، لأن السؤال كله يعني مطروح فيه التوقعات، سواء نتيجة اللقاء أو مين يسجل الأهداف. ممكن السؤال يبقى صعب شوية، ولكن لما نشوف التوقعات هل في ناس بيبقى عندها يعني الحاسة السادسة عالية شوية ولا لأ، أكيد هنعرف ده النهاردة لما نشوف التوقعات، وبكرة نتابع المباراة اللي هتتلعب الساعة 7 بإذن الله على استاد برج العرب. لكن نروح دلوقتي لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي غدا. وفي الترند المحلي ملف شائك جدا، حقيقة تهديدات بريرا لعاشور ومحاولات للصلح. وفي الترند العالمي، إسبانيا مهددة من الاستبعاد من أمم أوروبا بسبب التدخل الحكومي. ملف الاتحاد الأسباني ده ملف شائك جدا داخل أروقة فيفا، يعني الاتحاد الدولي بعد قراراته المثيرة للجدل ضد الاتحادات الوطنية في القارة الإفريقية نتيجة تدخلات حكومية في بعض الدول، الآن أمام نفس المشهد ولكن في القارة الأوروبية مع أهم الاتحادات الاتحاد الأسباني. ترى هل سيتخذ نفس القرارات أم ستكون هناك موائمات في الأيام القادمة؟ الفترة القادمة أكيد ملف جياني إنفانتينو مع الاتحادات الأوروبية هيكون فاصل في معرفة كواليس تعامل الفيفا والتعامل بشكل نوعي سواء مع الاتحادات الأوروبية أو حتى مع الاتحادات الإفريقية. نروح لدوري أبطال أوروبا، والنهاردة انطلاقة مباريات الدور نصف النهائي، وصلنا لمرحلة السيمي فاينال، ودوري أبطال أوروبا في المراحل الأخيرة والحاسمة. نقدر نقول النهاردة نهائي مبكر الساعة 7 في ألمانيا، بايرن ميونخ على ملعبه هيستضيف ريال مدريد. طيب سوري، الساعة 10 هو 7 بتوقيت جرينتش، 10 بتوقيت القاهرة. إن شاء الله بإذن الله المباراة النهاردة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة جدا وصعبة جدا، لكن مثل هذه المباريات الأوروبية أكيد بتبقى خارج الحسابات، وما بتفرقش المباراة في ألمانيا ولا في أسبانيا، على ملعب بايرن ميونخ ولا على ملعب ريال مدريد، وأنتوا عارفين كمان قاعدة إلغاء الهدف خارج الأرض بهدفين بتدي إثارة كبيرة جدا للمباريات الأوروبية، خاصة في المراحل الختامية بدءا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية. دي كانت أبرز التفاصيل اللي معايا في بداية الحلقة، نخرج إلى فاصل ثم نواصل. طيب هنتكلم بالتأكيد على مباراة الأهلي والإسماعيلي والاستعدادات لهذه المباراة الهامة في الدوري العام، ولكن كالعادة من خلال متابعتنا للسوشيال ميديا واللي بيتكتب واللي بيتقال واللي بيتسمع، انتوا عارفين دايما النادي الأهلي بيكون محط أنظار واهتمام سواء كل البرامج أو كل المواقع أو كل حتى الصفحات اللي موجودة من خلال السوشيال ميديا، حتى لو ستوري موجود على الانستجرام برضو هنبص ونشوف إيه اللي مكتوب وإيه اللي بيتقال. وزي ما قلت لحضراتكم احنا هنا حق صد ضد اي شخص بيتكلم على النادي الاهلي بالبطل. دائما وابدا الكل بيحاول يلصق مشكله الدوري العام بالنادي الاهلي،
تأجيلات الدوري العام بسبب النادي الأهلي، رغم إن المفروض الكل يكون سعيد ومبسوط إن عندك نادي مش هقول كل شهر بيحقق بطولة، سنوياً بيشرف الكرة المصرية، موجود على منصة التتويج، بيلعب نهائي دوري أبطال بقاله 4 سنين ودي السنة الخامسة، بقاله 5 سنين متتالية بيلعب كأس عالم أندية، أول نادي مصري مرشح ومتواجد في كأس العالم بالنظام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، النادي المصري الوحيد اللي كان ليه الشرف التواجد في أول نسخة تجريبية من السوبر ليج الدوري الأفريقي، كل دي أرقام حلوة، يعني كل دي أرقام ممكن تعمل تغذية للبرامج الرياضية وللإعلام الرياضي وللسوشيال ميديا، لأن أنت عندك نادي دايما عنده جديد، دايما متواجد في كل الأحداث القارية، دايما موجود في كل المحطات اللي فيها رئيس الفيفا ورئيس الكاف ورئيس الاتحاد الآسيوي كمان موجود وكل رجال الاتحاد الدولي. حتى البطولة اللي هتتلعب في نهاية 2024 انتر كونتيننتال بالنظام الجديد مش كاس عالم، لو الاهلي اذا ربنا وفقه بالفوز على الترجي هيبقى اول نادي يلعب في هذه البطوله اللي هتتلعب بالنظام الجديد في الفتره اللي جايه، طالما مفيش كاس عالم موسع ب 32 نادي، فكل دي حاجات كويسه، كل دي حاجات ايجابيه، ولكن دايما تصطدم، لازم يطلع لك كده كل يوم واحد بافتكاسه جديده. امبارح واحد من محبي هذه الافتكاسات دمه خفيف، دمه شربات، يا نهار ازرق على كل تصريحاته وكلامه وانتقاداته في تعليقاته حتى وهو بيتكلم. ومن حب القفشات الافلام دايما طلع يقول لك ايه؟ الاهلي وصل فاينل دوري ابطال، بس الترجي كمان وصل فاينل دوري ابطال. تعال نشوف الاهلي لعب كام مباراه والترجي لعب كام مباراه. وراح استعرض جدول تحديد البطل دلوقتي في تونس، لان هو لو هيعرف او الاعداد محضر له الترجي والدوري التونسي بيتلعب ازاي ما كانش عمل اللقطه دي. ما كانش وصل للموضوع ده اصلا. وراح دخلنا كمان في موضوع الدوري المغربي، رغم ان فاينل دوري الابطال ما فيهوش فريق مغربي، بطل مصر مع بطل تونس، ولكن هي اي حاجه لازم احط فيها النادي الاهلي. فراح جاب لك ايه بقى؟ قال لك الترجي لعب 4 مباريات في دوري تحديد البطل، وقبل كده لعب حوالي اكتر من 15 16 مباراه. طبعا هو ما يعرفش ان دوري تحديد البطل دي جايه بعد دور بيتلعب على اراضي على ملاعب محايده، وكل ما في الموضوع ان الترجي من اول الموسم لغايه دلوقتي ما لعبش غير حوالي 15 16 مباراه، والفرق اللي بينه وبين عدد مباريات الاهلي 3 4 مباريات دول، لان الاهلي كان بيلعب كاس عالم انديه والاهلي كان بيلعب السوبر ليج زيه زي الترجي، فبالتالي عدد المباريات قليله هنا وهنا عكس الفرق المغربيه سواء الرجاء او الجيش الملكي او الفرق اللي هي موجوده في مقدمه الدوري المغربي وعامله واصله لعدد مباريات اكتر. مش هروح لفكره ان الاهلي لعب السنه دي حوالي 30 مباراه على الاقل ما بين محل وافريقي وقاري، واكتر فريق في مصر لعب مباريات، بالمقارنه بنادي الزمالك مثلا يعني ما لعبش المباريات القاريه والدوليه بنفس حجم مباراه الاهلي، بس تبص على مباراته في الدوري زياده عن الاهلي بمباراتين، وفي ال4 مباريات اللي جايه قبل نهائي افريقيا هيكون الاهلي لاعب زي الزمالك، رغم ان الزمالك السنه دي ما لعبش كم المباريات اللي خاضها الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر، برضه محدش بياخد باله من الجزئيه دي، بس دايما يلصق التهمه ان الاهلي المسؤول عن شكل الدوري العام. طب وانت بتستعرض جدول الترجي التونسي عشان تعرف ان الناس عايزه تجيب الاهلي في اي جمله مفيده عشان تتشاف، قال لك ايه؟ الترجي لعب 4 مباريات جايب 13 نقطه. انا اول مره اعرف ان نقاط الجدول الدوري بيبقى فيها تحسين زي الثانويه العامه زمان. عارفين التحسين بتاع الثانويه العامه زمان؟ انك تجيب 102% و105%، 4 مباريات يعني 12 نقطه لو انت كسبت ال4 مباريات، لكن ده جدول محطوط ازاي؟ الترجي 4 مباريات كسب 3 يتعادل مباراه. المفروض كده يبقى 10 نقط، قال لك 13 نقطه. عشان تعرفوا الاعلام بيقدم ايه للناس، عشان تعرفوا الاعلام بيقدم كلام كله مغلوط ضد النادي الاهلي. ما هي قفشات الافلام بقى وحب الترند والظهور وعدم التركيز اللي موجود على الشاشه هو اللي بيوصل الناس للمرحله اللي احنا شايفينها، بيعرضوا جدول غلط، بيتكلموا على ترتيب مباريات غلط، مش عارفين الدوريات العربيه بتتلعب بأي نظام، لكن هو دايما يتكلم على الاهلي. خد بالك امبارح كان الحاج عامر حسين، وانا دايما هنا دايما الانتقاد ليه على فكره يعني، بس طلع صرح تصريح انا بصراحه برضو ايه وقفت عنده شويه. قال لك لو الفريق الاهلي بيلعب كم هذه المباريات القاريه والدوليه حطوا بيلعب في دوريات اوروبيه بنفس الحجم ده هتلاقي مباريات مؤجله كتير. عارفين هو بيتكلم صح ليه في الجزئيه دي؟ لان بالفعل الاتحاد الاوروبي ما بيعملش نفس اللي بيعمله الاتحاد الافريقي هنا في مصر. هو عنده حق في الجزئيه دي فعلا. ليه بقى؟ زي ما قلت الاتحاد الاوروبي ما بيعملش نفس اللي بيحصل في الاتحاد الافريقي. الاتحاد الاوروبي محدد المباريات، ده هيلعب الثلاث ده هيلعب الاربع، الدوريات الاوروبيه محدده مبارياتها سبت حد، فالجدول معروف، لكن هنا الاتحاد الافريقي يلعب جمعه يلعب سبت، يا يلعب ثلاثه يلعب الاربع، مع فكره كمان دخول مسابقه السوبر ليج
مع تحديد كاس عالم انديه في المملكه العربيه السعوديه في توقيت متاخر، فكل ده اربك المشهد او عمل ارتباك شويه في مشهد جدول مباريات الدوري العام. كان من المفترض ان الجدول يتعامل بنظام مختلف، ولكن الرابطه للاسف يعني لعبت الدوري بشكل مختلف خالص. ارجوكم يا جماعه لما تتكلموا على مشاكل الدوري العام طلع الاهلي بره المعادله، ووجه كلامك للمسؤول. كونك انك تحط الاهلي اسم في الموضوع يبقى انت عايز تبقى ترند، عشان العنوان لما ينزل على السوشيال ميديا يبقى نسبه المشاهده عاليه. يعني هي دي الفكره، ولكن انا بقول لكم الاهلي بره المساله ولا ليه علاقه بكل الكلام اللي بيتقال ده، بس انتوا عارفين دايما ان في ناس دمها خفيف بتحب دايما تعمل قفشات الافلام بالليل كده في السهره عشان تسلي الناس. طيب ده جانب مهم جدا. في جانب تاني، وهو جانب بقى مهم اكتر بكتير من كل اللي احنا بنسمعه في الاماكن التانيه. كيف يستعد الاهلي لمواجهه الاسماعيلي؟ كيف يتعامل مارسيل كولر بعد الفوز على مازيمبي ونشوه الانتصار والتاهل للنهائي بهذه المباراه الصعبه اللي الاهلي بيواجه فيها منافس قوي؟ دايما مبارياته فيها اثاره وقوه ما بين الاهلي والاسماعيلي، حتى المباراه اللي بتتلعب في برج العرب بدون جمهور. والاسماعيلي مع ايهاب جلال تحديدا السنه دي نتائجه مش افضل شيء، يعني الاسماعيلي في المركز ال 13 ب 19 نقطه ولعب كل مباريات الدوري، ما عندوش غير مباراه او اثنين بس اللي مؤجله. ايهاب جلال في مبارياته مع الاهلي لعب 16 مباراه ضد الاهلي، الاهلي كسب 12 اتعادلوا 3، ايهاب جلال كسب الاهلي مباراه واحده بس لما كان ساعتها بيقود مصر المقص، لما كان حتى بيقود الزمالك خسر من الاهلي. فكل التفاصيل دي بقى محتاجين نسمع فيها زميلنا ومراسلنا فاروق صلاح اللي موجود حاليا في ملعب التتش في الجزيره عاقب التدريب اللي اختتم منذ لحظات قليله، عشان نطمن منه على اخر الترتيبات، اخر الاستعدادات، كيف يستعد الاهلي لمواجهه الاسماعيلي، المواجهه ما بين مارسيل كولر مع ايهاب جلال. كل ده بالتاكيد نعرفه من زميلنا فاروق. فاروق مساء الفل. مرحب بيك يا محمد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت اكدت بالفعل يا محمد، مباراه صعبه جدا، واحده من المحطات الصعبه جدا في مشوار النادي الاهلي في درع الدوري والحفاظ على بطوله درع الدوري. طبعا يا محمد النادي الاهلي مع نشوه الانتصار والصعود للمباراه النهائيه، يعني خليني اقول لك ان مستر كولر والكابتن خالد بيبو قفل هذا الامر، التركيز بينصب حاليا على المواجهه الاولى، مواجهه الاسماعيلي ثم مواجهه الجونه. مستر كولر رافض اي كلام واي حديث عن التحضير للقائي الترجي التونسي. طبعا الفريق اللي النهارده يا محمد بيختتم استعداداته لهذه المباراه، المواجهه الصعبه، اللي خليني يا محمد اقول لك ان يعني استكمالا لكلامك وتاكيدا على صعوبه هذه المباراه، ان النادي الاسماعيلي في اخر 8 مباريات في درع في بطوله الدوري مع الكابتن ايهاب جلال لم يستطع الانتصار سوى في لقاء وحيد على سموحه بهدفين مقابل هدف. وايضا يزيد من صعوبتها ان اخر انتصار محققه النادي الاسماعيلي على النادي الاهلي في الدوري كان من 14 سنه، فاعتقد هي مواجهه صعبه جدا بكل تفاصيلها بكل احداثها، لكن لعيبه الاهلي ان شاء الله تكون في قدر التركيز وتحقق الانتصار زي ما حققت الانتصار في المباراه الاولى في يعني اللي كانت على استاد الجيش ببرج العرب وفاز فيها النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف. طيب عايز اطمن منك بقى على كذا حاجه، لان انت عارف اكيد المواقع بعد تدريب امبارح اخبار كتيره اتكتبت، واكيد الكلام الرسمي هنعرفه من خلالك لان انت متواجد بقى في قلب الحدث قريب من الجهاز الفني، الجهاز الطبي، اللعيبه. ناس قالت ان الشناوي جاله شد في السمانه، فعايز اطمن من خلالك الاصابه طبيعتها ايه؟ لا قدر الله ممكن تكون قويه خفيفه. الحاجه الثانيه رضا سليم مش عارفين، هو كان موجود على الدكه في ماتش مازيمبي فبالتالي سليم، وامبارح او اول امبارح كان اجازه، امبارح كان تمرين، فالناس قالت ان عنده شد في العضله الخلفيه. عايزك برضو تطمنا على جاهزيه ياسر، امبارح كان اول لقطات ليه في التدريبات الجماعيه والتقسيمه الجماعيه مع الفريق، مروان، معلول، منعم، وسام، يعني كافر التفاصيل معاك يا فاروق. بص يا محمد، خلينا احنا نتفق على حاجه، يعني حاجه مهمه جدا، احنا دايما انت عارف خلاص فتره الاقبال النادي الاهلي او خاصه في السنوات الاخيره النادي الاهلي دايما موجود في المشهد النهائي لدوري ابطال افريقيا. الفتره دي هتلاقي كتير جدا من الاشاعات، كتير جدا من الاخبار اللي بتترمي يعني على السوشيال ميديا او في المواقع او في بعض القنوات، لكن خلينا دايما يا محمد زي ما نقول بيبقى المصداقيه بتاعتنا من خلال الجهتين، هي قناه النادي الاهلي واداره اعلام النادي الاهلي. بالنسبه لمحمد الشناوي خلينا احسم لك الامور، الكابتن محمد الشناوي اجهاد خفيف في عضله السمانه، تاهيل مش هيستغرق اكتر من 3-4 ايام ثم يعود الى تدريبات الفريق الجمعيه. طبعا زي ما قال لنا الدكتور احمد
حسب الله رئيس الجهاز الطبي اجهاد خفيف في عضله السمانه، مع التقيل مش هيستغرق اكتر من 3 او 4 ايام. بالنسبه لرضا سليم، وانا يعني محمد وانت بتقول انا مستغرب هذا الامر، لاني انا في الوقت اللي انا بكلمك فيه رضا سليم موجود في الملعب دلوقتي، يعني موجود في التمرين في تدريب النادي الاهلي، كان موجود بالامس، ويعني اقول لك ان هو موجود في قائمه المباراه استعدادا لمباراه الاسماعيلي. رضا سليم واحد من العناصر واللعيبه المهمه جدا طبعا في فكر مستر كولر. خليني برضو اطمنك على ياسر ابراهيم اللي خاض التدريب بالامس والنهارده ايضا موجود في التدريب وبيشارك، شارك بالامس في التدريب الجماعي بشكل كامل، النهارده ايضا بيشارك في التدريب بشكل كامل. بطمنك على محمد عبد المنعم، على مروان عطيه، امام عاشور، كافه اللاعبين. الحمد لله محمد من فتره طويله جدا النادي الاهلي بفضل الله ما تلاقيش يعني في اصابات، فيعني دي من المرات اللي انت وانت موجود في التدريب يا محمد تلاقي الدكتور احمد جاب الله قاعد على الكرسي، يعني في فتره راحه ولو لدقائق، يعني سيبه يريح شويه. بفضل الله الحمد لله ربنا يكمل على خير. بقاله 3 شهور بيواجه صعوبات بالظبط يعني محمد. يعني خليني اقول لك برضو يعني استكمالا برضو محمد لهذا الامر، وتاكيدا ان احنا دايما زي ما بنقول المصداقيه من خلال قناه النادي الاهلي واداره اعلام النادي الاهلي، كلنا كنا بنشوف يا محمد كلام كتير جدا على الجهاز الطبي والنادي الاهلي عايز مستر كولر. اعتقد اللقاء الاخير لمستر كولر لما طلع وقال ان احمد جاب الله افضل من يعني واحد افضل الدكاتره اللي انا اتعاملت معاهم في مصر، واشاد بالدور اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي في النادي الاهلي. وخليني اكد لك على امر تاني، ان النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي يا محمد موفر كافه الامور والاجهزه الطبيه اللي بتخلي الفريق ما يقدرش او اللاعبين ما تحتاجش انها يعني تستكمل سواء الاشعه او الامور الخاصه بالفحوصات خارج النادي الاهلي، فبالتالي كل الامور بتطلع من خلال النادي الاهلي، من خلال اداره الاعلام النادي الاهلي. ودي كانت من النقاط المهمه جدا اللي النادي الاهلي قفل على عمليه الاشعاعات او الفحوصات الخاصه باللاعبين تبقى موجوده داخل النادي الاهلي، الاجهزه الطبيه اللي وفرها مجلس اداره النادي الاهلي. فاعتقد يعني محمد الحمد لله اللعيبه بدون اصابات ان شاء الله. رضا سليم نشوفه في قائمه المباراه، ايضا كريستو انا شايفه بيظهر النهارده في التدريب وكان ظهر بالامس في الفتره الاخيره، لكن النهارده ايضا موجود اعتقد واحد من اللعيبه اللي يكون في فكر مستر كولر سواء في مباراه الاسماعيلي او مباراه الجونه او المباراه القادمه باذن الله. يعني انت بتطمننا على محمد الشناوي، اجهاد بسيط 3 4 ايام بس كده، والشناوي كمان مطلوب منه الفتره الحاليه يتدرب بس. انا عارف هو عايز يرجع للمباريات وعايز يكون متواجد مع زملائه واحنا رايحين على نهائي افريقيا، بس الهدوء الفتره الحاليه في التدريبات مهم جدا لكل اللعيبه. الحاجه الثانيه، انت بتقول لي رضا سليم اصلا ما فيش اصابه، يعني رضا موجود حتى في التدريبات الجماعيه، فانا مستغرب بصراحه من اللي بيتكتب. يعني انا النهارده مثلا في ترند الاهلي معايا كذا موقع اخباري كبير بيتكلم ان رضا سليم اشتكى من العضله الخلفيه في التدريبات الجماعيه، موقع تاني اتكلم بدون ذكر اسماء المواقع عشان ما يبقاش فيها احراج، يعني رضا سليم هو بيعمل تاهيل جاله شد في العضله الخلفيه، فانا استغربت تاهيل ايه؟ ما رضا في المباريات وكان متواجد على الدكه في ماتش مازيمبي، فاي تاهيل؟ فانا مش عارف الاخبار دي بتيجي منين والله يا فاروق. بص يا محمد، يعني انت لما قلت لي ان رضا سليم على اصابه رضا سليم انا اتفاجئت، لان رضا سليم كان معايا في التمرين، الا بقى لو المكتوب دوت اظلم على رضا سليم تاني. لكن خليني اقول لك الماتيريال اللي جاي لك او اللي موجود، الصوره اللي احنا دايما بنتكلم ان الصوره هي اللي بتتكلم. اعتقد الصور اللي جاي لك من التدريب او الفيديو الموجود من التدريب الجماهير كلها هتشوف رضا سليم موجود في التدريب. التمرين قدامنا على الهواء يا فاروق. كان موجود في التدريب بالامس بالظبط، يعني رضا سليم كان موجود في التدريب بالامس، رضا سليم كان موجود معانا في قائمه مباراه الاهلي ومازيمبي. فاعتقد يا محمد زي ما قلت لك وباكد على هذا الامر، انت مقبل على فتره حسم بطوله دوري ابطال افريقيا، هتلاقي اشاعات كتير جدا، يعني عايز اقولها باللغه العاميه اللي احنا كلنا بنقول اشاعات كتير هتتضرب في الفتره اللي جايه، هيتقال اشاعات كتير هنا اصابه فلان واصابه فلان. اعتقد الامور دي كلها مش موجوده في النادي الاهلي، بنتعامل دايما يا محمد المصداقيه من خلال اداره اعلام النادي الاهلي، خلال قناه النادي الاهلي. اعتقد جمهور النادي الاهلي لمس هذا الامر، شايف الامور دي كلها، ما فيش حاجه بنخبيها او مفيش حاجه ما بتتقالش. فاعتقد يعني كل الكلام اللي بيتقال دي اشاعات يا محمد، الناس او الجمهور شايف الصوره. رضا سليم بطمنك عليه، بطمنك على كافه اللاعبين، ربنا يكرمنا في مباراه الاسماعيلي ثم مباراه الجونه ثم مباراه الاتحاد، يعني اعتقد مرحله صعبه جدا. خليني اكد على امر مهم جدا، مستر كولر يا محمد كلامه مع اللاعبين هو دايما بيطالب الجمهور، بيقول لهم نقطه مهمه، زي ما احنا بنطالب الجمهور انه يكون موجود، حق الجمهور عليكم ان انتوا تفرحوا الجمهور. مستر كولر واحد من الامور المهمه جدا بالنسبه له جمهور النادي الاهلي، دايما بيطالب ان الجمهور يكون موجود. وايضا يا محمد بيقول رساله ايضا للجمهور، زي ما انتم بتطالبوا اللعيبه يكون عندهم استمراريه في ادائهم في كل المباريات، اتمنى ان الرساله دي توصل للاعبين ان انتم تبقوا واقفين في المدرج في كل المباريات بنفس العدد، لان نفس العدد بيبقى ليه مفعول السحر مع لاعبي النادي الاهلي. فاعتقد يا محمد العلاقه ما بين الجمهور ما بين مستر كولر اعتقد كلها من الامور المهمه جدا اللي محتاجينها خلال الفتره القادمه، خاصه في لقاء الترجي التونسي او مباراه الدوري العام.
الفريق بعد التدريب هيتحرك مباشرة على الأسكندرية، مبيت في برج العرب يا فاروق. بالظبط يا محمد، يعني خليني اقول لك انه خلاص انا في هذه الاثناء الفريق بيختتم التدريبات الاخيره، مستر كولر عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين جانب بدني يعني تقدر تقول كده لهذه المباراه مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم انطلق المران. مستر كولر انت عارف يعني طبيعه مباراه الاسماعيلي وان هو اتفرج طبعا على المباراه الاولى اللي جمعت ما بين الاهلي والاسماعيلي في الدور الاول وايضا اخر مباراه نادي الاسماعيلي للوقوف على نقاط القوه والضعف. هيختتم الخلاص او الفريق في هذه الاثناء بيختتم التدريبات، ثم الفريق هيستقل طبعا الحافله والاتجاه الى الاسكندريه للمبيت في احد الفنادق القريبه من استاد الجيش ببرج العرب اللي هيستضيف احداث اللقاء غدا في تمام الساعه 7. تتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. مستر كولر قال لك ما عندناش وقت ان احنا نضيع نقطه في الدوري، فبالتالي المباراه صعبه جدا، بناكد على هذا الامر، لكن ان شاء الله اللاعبين في كامل تركيزهم ويكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح مفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، كانت اطلاله مهمه جدا للاطمئنان على احوال الفريق والاستعدادات واخبار التدريب، وفي ظل اخبار كثيره بخصوص تجدد اصابات او الحديث عن اصابات، يمكن الحاجه الوحيده اللي اكدها فاروق ان محمد الشناوي شعر باجهاد في عضله السمانه، الحمد لله كمان مش شد، يعني امبارح الناس قالت شد عضلي وفتره طويله، موضوع كله 3-4 ايام راحه شويه يعني، وبعد كده ان شاء الله يستأنف في التدريبات مع زملائه. رضا سليم من خلال زميلنا فاروق صلاح متواجد اهو في قلب الحدث قال الكلام ده كله غير صحيح، موجود في التدريبات الجماعيه وفكره استبعاده من مباراه الاسماعيلي الكلام ده كله غير صحيح، فبالتالي قدر الامكان بنحاول نقربكم من المشهد شويه ومن الصوره في مقر النادي. قدامكم اهو التدريبه الجماعيه كريستو وجنبيه رضا سليم اهو، يعني الصوره قدامكم واضحه اهي، رضا سليم اهو بجوار كريستو. مش عارف هو لو لعيب عنده شد في الخلفيه هينزل يعمل تدريبات جماعيه؟ وادي الصوره اهي تاني اهي يا جماعه، بصوا اهي الصوره اول ما توصل عند كريستو اهي، بص كريستو اهو هناك وجنبيه رضا سليم ووراه كان حسين الشحات. فالصوره للمره الثالثه هي بنعرضها تاني اهو، كل اللعيبه موجوده والحمد لله الفريق مكتمل، امام عاشور اهو ووراه على طول كريستو ورضا سليم، الصوره اهي ثابته قدام حضراتكم، كريستو ورضا سليم في التدريبات الجماعيه، وراهم علي معلول وكمان حسين الشحات، اكرم توفيق، يعني انا الصوره اهي اكبر دليل، الصوره اهي اكبر دليل. يعني احنا جبنا التمرين واتكلمنا مع فاروق، لكن انا ما اعرفش والله الاخبار دي بتنزل ازاي والناس يعني انا والله بدون ذكر اسماء المواقع، يعني كده لما نيجي لترند الاهلي اكيد هتشوفوا مين اللي كتب، بس انا مستغرب ان ازاي المواقع كلها تقول ان رضا سليم تعرض لاصابه في الخلفيه وبالتالي بره مباراه الاسماعيلي. يا جماعه يعني هل الموقع الرسمي كتب؟ لا. هل قناه الاهلي اعلنت؟ لا. هل برامج قناه الاهلي قالت؟ لا. طب المصادر دي بتجيبوها منين؟ قيس على كده كلام كتير بقى في الاعلام، واحد امبارح طلع بيقلش وبيهزر وقالبها قفشات ويا نهار ازرق، انتوا عارفينه اكيد طبعا بقى، وعمال يقول لك الاهلي والترجي وعدد المباريات والاهلي، ايه يا جماعه ده؟ وانتوا زعلانين الاهلي وصل فاينل؟ يا اما تقول خناقه وخلاف ما بين شوبير والشناوي، يا اما تقول رضا اصيب، يا اما تقول مش عارف مين هيجدد ومين مش هيجدد، على فكره ملف التجديد مغلق دلوقتي، مش هنتكلم فيه الا بعد نهائي افريقيا، لان عندنا حاجه اهم، بس المواقع والبرامج اكيد هتفضل دايما تملى هوا كل يوم بالتفاصيل دي. الاهلي لا هيلعب نهائي تاريخي رقم 5 على التوالي، نهائي 5 على التوالي. انت عندك ماده ممكن تتكلم في بلاش الاهلي، سيبك من الاهلي يا سيدي لو بيزعلك انه بيعمل كل سنه بطوله. استاد القاهره هيستضيف نهائي الكونفدراليه يوم 19 مايو ونهائي دوري الابطال يوم 25 مايو. عندك حدث مهم على استاد القاهره، مصر هتستضيف 2 نهائي في ظرف اسبوع للزمالك وللاهلي. يا رب ربنا يكرم الاثنين، الزمالك يفوز بالكونفدراليه والاهلي يفوز بدوري الابطال والاثنين يلعبوا سوبر افريقي، اه مش هيتلعب في مصر. الاتحاد الافريقي بيفكر من دلوقتي لو الاهلي والزمالك ده هتبقى قصه كبيره، اللي عايزه هنا واللي عايزه هنا، وهيبقى يعني الاتحاد الافريقي يعني ايه كنز هيلاقيه بعد المباراه دي لما تتلعب، السعوديه عايزاه والامارات هتكون عايزاه وقطر عايزاه، يعني هتلاقي الكل بيدور على مباراه زي دي عشان تتلعب عنده. فعندنا حدث مهم جدا مقبلين عليه، فاينل دوري ابطال وفاينل كونفدراليه الاثنين في مصر 19 مايو و25 مايو. هل ده مش حدث يدي زخم للاعلام الرياضي ان يتكلم في موضوعات ايجابيه؟ وانتوا ليه دايما لازم تصدروا الحاجه السلبيه يا جماعه؟ يا جماعه الرياضه والكوره دي الحاجه الوحيده اللي بتخلي المواطن بشكل عام بقى، يعني المواطن اللي بيحب الكوره او ما بيحبش الكوره يتفرج على حاجه تسليه، تطلعه بره هموم الحياه، تزود همومه وتقعد تتكلموا في مشاكل، تزود هموم الناس وتقعدوا تصدروا في ازمات، مين بيتخانق مع مين؟ مين عنده مشكله مع مين؟ مين بيحارب عشان يجي في انتخابات ايه؟ يا جماعه الكوره والله العظيم فيها حاجات ايجابيه وكويسه اكتر من كده، هاتوا ناس مصادر تكلمكم على تطورات جديده بتحصل في قانون اللعبه،
هاتوا مصادر تكلمكم على حاجات هتحصل في كاس العالم اللي جايه، كاس الامم اللي جايه، ارباح بطوله افريقيا، دوري الابطال، الفاينل في مصر، الاستاد هيستعد ازاي للمباراتين دول، الاعلام الرياضي هيشتغل ازاي على المباراتين دول، بتلاعب فريق تونسي وبتلاعب فريق مغربي. والله العظيم في حاجات كتيره ممكن تتعمل، بس للاسف الشاشات بقت لكل من هب ودب. والله العظيم صدقوني الشاشه بقت لكل من هب ودب، اي حد بيطلع يقول اي حاجه، اي حد بيطلع يقول اي حاجه، ومحدش بيحاسب حد. واحد يتكلم على لعيب مهم جدا في مصر وفي النادي الاهلي يقول لك اخصائي نفسي، والتاني يقول لك الترجي لعب 4 مباريات جاب 13 نقطة، ده على الشاشة، والله الجدول على الشاشة، 4 مباريات 13 نقطة، أول مرة أعرف إن في تحسين في جدول الدوري، يعني الماتش بثلاث نقط لا يبقى 3.5، فالوضع بقى صعب جدا. طيب، حاجة أخيرة قبل ما أطلع لفاصل، بكرة مباراة الأهلي والإسماعيلي، حكام مباراة بكرة. طبعًا لسه لغاية دلوقتي بشكل رسمي ما تمش الاستقرار على الحكام. ولكن طبعا فاكرين اخر مباراه اهلي واسماعيلي كان في دوشه وكره محمد حسن لمسه يد دخلت ما دخلتش، اوفسايد مش تسلل، وكان ساعتها اللي بيدير المباراه كابتن احمد الغندور، نتمنى له التوفيق لو هو عنده المباراه او حد تاني مكلف بالمباراه. ولكن معلوماتي ان المباراه ما بين اتنين، يا احمد الغندور يا محمد معروف، مين اللي هيتم اسناد للقاء خلال الساعات اللي جايه دي ده هنشوفه بشكل رسمي. في حكام دوليين اكيد طلعتهم بره المشهد لان كانوا في الفتره الاخيره في مباراه الاهلي، محمد عادل كان فار في اهلي وزمالك، مثلا ابراهيم نور الدين كان بيدير مباراه اهلي وزمالك، محمود البنا كان بيدير مباراه الاهلي والبنك الاهلي، يعني فانت دلوقتي بتتكلم امين عمر كان بيدير مباراه الاهلي وزد، فانت الرؤيه كلها ممكن تروح لاحمد الغندور. محمد معروف الغندور كان بيدير اخر مباراه اهلي واسماعيلي في برج العرب، لعبه الشهيره لمحمد حسن وحصل عليها جدل كبير جدا، هل دلوقتي هيتم اسناد اللقاء ولا ممكن الكابتن محمد معروف، وعلى الفار ممكن يكون طارق مجدي او حسام عزب حجاج او عمرو الشناوي، ده اللي هنشوفه في الساعات اللي جايه. دي كانت ابرز التفاصيل والكواليس والموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم. نخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وهنشوف دلوقتي اللي اتكتب في السوشيال ميديا بخصوص اخر اخبار الاهلي. كلام كتير في ترند الاهلي، في ترند المحلي، في الترند العالمي. النهارده ترندات فيها موضوعات مختلفه ولكن موضوعات شيقه جدا. نطلع نتابع اخر اخبار الترند. كبيرة جدا اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون معانا في ترند الاهلي. نبدا نشوف اللي اتكتب بقى في المواقع والصفحات والاخبار اللي نزلت في السوشيال ميديا. البدايه من ملعب القاهره 24، الاصابه تضرب رضا سليم قبل مباراه الاسماعيلي في الدوري. تفاصيل الخبر، رضا سليم اشتكى من العضله الخلفيه خلال مشاركته في التدريبات. بنسبه كبيره رضا سليم سيكون خارج مباراه الاسماعيلي نتيجه اصابته في العضله الخلفيه. طبعا فاروق كان معانا من الملعب التتش ومن الجزيره، وكان معانا صوره التدريب وشفنا كلنا رضا سليم في التدريبات الجماعيه، مفيش اي مشكله، وبالتالي المعلومات اللي خارجه بخصوص رضا سليم كلها موضوعات غير سليمه. طيب، المصري الرياضي بيقولوا كولر يدرس استبعاد رباعي الاهلي امام الاسماعيلي. بص بقى كمان المصري اليوم بيقول لك ايه، يتجه السويسري مارسيل كولر الى استبعاد رباعي المارد الاحمر خلال مواجهه الاسماعيلي في الدوري. كولر يفكر في استبعاد رضا سليم، أليو ديانج، كريستو، ياسر إبراهيم بداعي إصابة أحدهم وعدم جاهزية الآخرين. طبعا رضا سليم كان قدامنا في التدريب، أليو ديانج كان قدامنا في التدريب، وكان حتى ليه صورة واضحة جدا هو وبيرسيتاو. فالكلام عن إصابات النادي الأهلي في المواقع يا جماعة للأسف كلام غير صحيح، مش هقول غير دقيق، لا غير صحيح، لأن الموضوع
لما تعرض مستند صوت وصوره بينفي اي شيء بيتقال. فالموضوع بالنسبه لنا خلاص كل الكلام المكتوب ده غير صحيح، واتمنى الناس يعني ايه تراعي شويه دقه الاخبار والمعلومات في هذا الشان، خاصه لما بيكون اصابه. طيب الوطن الرياضي بيقولوا موقف كولر من استبعاد الثلاثي الغاضب امام الاسماعيلي. انا كنت فاكر الثلاثي المصاب، الحمد لله بيتكلموا في شان تاني. يعني الوطن بيقولوا ان الثلاثي عمرو السوليه وحسين الشحات وقفشه سيتواجدون في قائمه الاهلي امام الاسماعيلي بشكل طبيعي بعد الاعتذار الى الجهاز الفني. اي لاعب يا جماعه متضايق من عدم المشاركه صدر منه اي تصرف على دكه البدلاء في لائحه بتطبق، ولكن الرؤيه الفنيه ليس لها علاقه بالغرامه الماليه اللي بتطبق من خلال اللائحه. كده كده في قرار فني لمارسيل كولر، فكده كده السوليه والشحات ومحمد مجدي قفشه النهارده القايمه هيتم اعلانها او هنعرف القايمه من خلال تواجد الفريق في الاسكندريه. ونتمنى كولر في النهايه يختار التشكيله المناسبه ايا كان مين، احنا في النهايه بيهمنا الاهلي يكسب. في اي 11 راجل هيلعب الاهلي قادر باذن الله انه يكسب باي لاعب، لان كلهم بسم الله ما شاء الله لعيبه على اعلى مستوى، احسن لعيبه في مصر موجوده في النادي الاهلي. كره بلس بيقولوا تضاؤل فرص لحاق الشناوي بمواجهه الاسماعيلي بعد اصابته في السمانه. طبعا اصابه الشناوي يمكن فاروق قال لنا اجهاد بسيط في عضله السمانه هيحتاج 3 4 ايام، وبالتالي طبعا من لما شفنا التدريبات دلوقتي مش موجود محمد الشناوي، فطبعا مؤكد محمد الشناوي مش هيكون موجود في قائمه بكره، ونتمنى باذن الله لحاقه بالمباريات في الفتره اللي جايه. والفتره اللي جايه مهم جدا كل لعيب ياخد باله من نفسه عشان نهائي افريقيا، نتمنى يا رب ان الكل يكون في اتم الجاهزيه والكل سليم مفيش فيه اي شكوى من اي حاجه. فبدري بدري كده كل واحد ياخد باله عشان المرحله الجايه مرحله صعبه جدا، وسلامه الشناوي وكل اللعيبه يا رب في الفتره اللي جايه. الوطن الرياضي دخلنا بقى في موضوع العروض، عرض الماني يهدد استمرار محمد عبد المنعم في الاهلي. الخبر بيقولوا ان في عروض من احد الانديه الكبرى في الدوري الالماني بجانب عروض من اسبانيا وفرنسا، وقالوا ان منعم عايز يرغب في خوض تجربه الاحتراف والرحيل، ولكن طبعا حتى هذه اللحظه لا منعم صرح بده ولا منعم قال حاجه زي دي، ومنعم مركز مع الاهلي في مشوار صعب ومهم جدا، والاهلي مقبل على نهائي صعب ومهم جدا. فالحديث عن العروض والتجديدات احنا بالنسبه لنا هنا خلاص مقفوله لغايه لما نعدي مباراه الدوري ومباراه الترجي. فيما بعد اي حاجه في مصلحه اللاعب وفي مصلحه النادي هتتعمل. بس انا عايز اقول لكم حاجه تاكيدا لهذا الكلام، نروح لكره بلس لان هم قالوا هل تلقى محمد عبد المنعم عروضا اوروبيه للرحيل عن الاهلي. مصدر في النادي الاهلي بينفي بقى كل اللي اتكتب، بينفي كل انا بقول لكم بقى بشكل عام على موضوع العروض الاهلي بيفكر ازاي، والسياسه العامه دلوقتي داخل النادي الاهلي في الملف ده الناس بتفكر ازاي، مفيش مناقشه لاي حاجه. طب تعالى بقى لما هو اهم، هل في عروض اصلا من انديه اوروبيه وصلت للنادي الاهلي؟ كره بلس سال مصدر في النادي الاهلي، المصدر رد وقال ايه نصا كده، لا توجد اي عروض رسميه لمحمد عبد المنعم للرحيل في نهايه الموسم، لا توجد اي عروض رسميه. الموقع بقى حط اللمسه عنده، قال لك ايه بس منعم بيترقب وصول عرضين في نهايه الموسم من الدوري الالماني والدوري الفرنسي. ما هو المصدر قال لك مفيش عروض، برضو انت مصر تقول ان في عروض جايه من المانيا ومن فرنسا، مش عارف. طيب نروح لحساب يلا كوره، مصدر يوضح ليلا كوره حقيقه رحيل الزنفولي عن الاهلي. انا كل المواقع اللي بشوفها النهارده لغايه دلوقتي يا اصابات يا غيابات بسبب اصابات يا عروض للرحيل. يعني انا مش عارف والله، يا اشاره الكابتن ده لسه في حاجه جايه، ده لسه في كلام جاي، ده اصبروا بس، ده النهارده الفقره فيها يعني الزبد كله الكلام الحلو كله اللي انتوا ايه بتحبوا تشوفوه على السوشيال ميديا. ومن كتر النفي النفي انا خايف الناس تقول لي نفي النفي اثبات والله. بس هو الاهلي يعني لا قدر الاهلي خرج، ده الاهلي عنده مباراه مهمه يا جماعه، الاهلي عنده مباراه مهمه، الاهلي عنده ارقام قياسيه الاعلام ممكن يتكلم فيها من النهارده لغايه اخر شهر 5، مش هقول لك لغايه اخر الموسم يا زيدي، خليك لغايه شهر 5 بطوله افريقيا. فمش عارف موضوع يعني الزنفولي هيتكلم فيه دلوقتي وانت الموسم هيخلص في شهر 8 ولا في 9 ولا في 10، هو حد عارف بكره في ايه؟ يعني هل حد كان يتخيل ان الشناوي اتعرض لاصابه والاهلي يجي في يناير كان عايز يجيب حارس مرمى فيضطر يجيب حارس والوقت كان ضيق ما يقيدوش في القائمه الافريقيه؟ حد كان مدرك لده؟ بلاش دي. بقالي 10 شهور كل العناوين محمود متولي يرحل عن الاهلي، فجاه محمود متولي بقى عنصر مهم جدا في الفريق دلوقتي، لعب مباراه مازيمبي ذهابا وايابا. بلاش متولي، اكرم توفيق اتقال لك ان اكرم توفيق وصل لمرحله غرامات ومشاكل وكولر مش عايزه،
أكرم توفيق نجم الأهلي في مباراة العودة ولقاء الذهاب أمام مازيمبي؟ هل ممكن أكرم يمشي بعد المباراة اللي أداها دي؟ يا جماعة الكورة دايما فيها متغيرات، ما تستعجلوش على فكرة مين اللي رايح ومين اللي جاي. إحنا لسه الموسم مستمر لغاية شهر 10 اللي جاي أو للسنة الجاية، محدش عارف الرابطة هتمشي الدوري إزاي. ما تستعجلوش. إحنا لو في الدوري الإنجليزي خلاص باقي شهر والانتقالات تبدأ، لكن إحنا لسه بدري. هو حد عارف موقف حراسة المرمى دلوقتي؟ حد عارف فيه إيه بكرة؟ يعني أنا مش عارف والله الناس بتتسرع، ولو سألت المصدر، المصدر هيرد عليك يقول لك إيه؟ موضوع سابق لأوانه، لا حسمنا بقاؤه ولا حسمنا رحيله. تعاقدنا معاه على سبيل الإعارة، وفي بند معين بعد نهاية الإعارة. في التوقيت المناسب طبقا للرؤية الفنية هتتقال، طب الرؤية الفنية دلوقتي؟ لا ما تنفعش دلوقتي طبعا، وإديتكم أمثلة. بلاش أكرم ولا متولي، أحمد عبد القادر، يلا أهو نسيب الورق، أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر كان ماشي في يناير رايح روسيا. شوف وخلاص وناس قالت ان هو رايح الزمالك او رايح روسيا ويرجع على الزمالك، ده راح في حتت كتير او رايح الخليج. احمد عبد القادر دلوقتي ايه بقى؟ من نجوم الفريق، مباراته مع مازيمبي ذهابا وايابا، ورجع في حسابات الجهاز الفني. يا جماعه يعني كل سنه والله العظيم بنقول نفس الكلام ومفيش فايده. ماشي نروح نشوف ايه اللي بعديه. الحمد لله احصائيه اخبار الدوري المصري سبورت 62 بيتكلموا على علي معلول. علي معلول في دوري أبطال إفريقيا 38 مساهمة تهديفية، النجم التونسي لا يمل من نشر سحره. علي معلول زي ما بيقولوا عليه دايما في ملك الحلول، أسرع دليفري في مصر. لو ما تبص على الأرقام القياسية 38 مساهمة تهديفية مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، 11 هدف و27 أسيست. طيب نروح للوطن الرياضي، والأهلي يرد على منح معلول شارة الكابتن في الأهلي. بصوا بقى ايه دخلنا بقى ايه، بقول لكم ده لسه في الزبط جايه، ده في كلام كتير جاي، مش عروض بس وصفقات ومين جاي ومين ماشي، لا ده احنا كمان دخلنا في الشارة. صراع على حراسة المرمى، صراع على الشارة، انا مش عارف والله يا جماعه الناس بتجيب الكلام ده منين. طب ايه المشكله في موضوع شارة الكابتن؟ عايزين نعرف بس الناس عايزه توصلنا لفين. قال لك ايه بقى؟ رد مصدر مسؤول في النادي الأهلي على حقيقه رفض مارسيل كولر منح شارة الكابتن لعلي معلول خلفا لمحمد الشناوي. المصدر قال انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ انا بقولها لكم من البلد اهو، بيجيبوا الكلام ده منين؟ اولا شاره الكابتن ليها نظام داخل النادي الاهلي وبالادميه. حاليا كابتن الفريق رامي ربيعه نتيجه ان الشناوي مصاب. طيب رامي لو الجهاز الفني هيريحه ماتش الاسماعيلي في محمد هاني، بعد محمد هاني في ترتيب. هل الترتيب ده ممكن الجهاز الفني يقول لك لا؟ ما بيحصلش. ايه الفكره اللي احنا نقول علي المفروض ياخد الشاره في ماتش الاسماعيلي بس كولر رافض؟ ايه الموضوع يعني؟ انا عايز افهم، عايز اوصل للموضوع، فين المشكله؟ اولا لا كولر تدخل في حاجه زي كده، ولا الموضوع ده اتطرح اصلا قبل كده، ولا حد عارف اصلا قائمه الفريق بكره، ولا التشكيله هتبقى ايه عشان نقول الشناوي مش موجود ورامي مش موجود ومحمد هاني مش موجود. مين فين ازاي يعني؟ الوضع بقى صعب جدا 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 في الاعلام. حساب بطولات بيتكلموا على المشوار خالي من الهزائم. الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن لعب 12 مباراة هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، كسب 8 وتعادل 4، والحمد لله يمكن آخر 7 مباريات في دوري الأبطال كلين شيت لمصطفى شوبير، لم يدخل مرماه أي هدف، رقم مهم جدا وقياسي لمصطفى شوبير. أخبار الدوري المصري سبورت 363 بيتكلموا عن أكثر الأندية مشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ظهور مصري مميز. بوجود مين بقى؟ بوجود الأهلي والزمالك. الأهلي بيلعب أو هيلعب 17 نهائي، الترجي 9 نهائيات، الزمالك 8 نهائيات. أرقام يعني أنت بتتكلم الأهلي والزمالك بس 25 مباراة نهائية في دوري أبطال إفريقيا، 25 مباراة نهائية. مش ده رقم مهم جدا؟ الأرقام اللي زي دي الإعلام ممكن يعمل تقرير واتنين وآراء الناس في الشارع. أنا من كام يوم شفت تقرير كده معروض في إحدى القنوات بيقولوا إيه؟ بيسألوا الناس في الشارع استفتاء بعد عودة الشناوي، من الأحق بحراسة مرمى الأهلي؟ والله العظيم بعد مباراة مازيمبي تاني يوم، مين الأحق بحراسة مرمى الأهلي، شوبير ولا الشناوي؟ ده الإعلام، دي التقارير والاستفتاءات اللي تطرحها الناس في الشارع. مش رقم زي ده ممكن تتباهى بيه قدام أندية العالم كلها وأمام أندية إفريقيا كلها. 25 فاينل في البطولة الأهم في إفريقيا، طرفيها ناديين من مصر، الأهلي والزمالك. ما علينا، نروح للترند المحلي. وملعب القاهرة 24 نقل موضوع مهم جدا من داخل اتحاد الكورة، 5 شارع الجبلية، تحذير من اتحاد الكورة للاعبي منتخب مصر قبل معسكر يونيو.
طيب هو التحذير هنا في أنهي شق بالظبط؟ أمر له علاقة بالشركة الراعية لاتحاد الكورة، وأمر له علاقة بالرعاة والحملات الدعائية اللي ممكن تصدر من غير رعاة غير تابعين أو الرسميين لاتحاد الكورة. أمر يعني كان بيان صدر من اتحاد الكورة في هذا الشأن. طيب نروح فيما بعد لحساب اليوم السابع، محاولات للصلح بين بيريرا ومحمود عاشور في لجنة الحكام. كان في خبر خرج من اسبوع كده ان في مشكله ما بين بيريرا ومحمود عاشور، وبيريرا هيلجا للمحكمه الرياضيه وهيشتكي محمود عاشور، والخبر ده خرج من الجبليه ووصل لمحمود عاشور، وحصلت استفسارات وتساؤلات، واعضاء الاتحاد مجلس الاداره سالوا بيريرا، بيريرا نفى وقال لك الكلام ده مش حقيقي. بس في خلاف بين الاثنين، في خلاف كبير جدا بين بيريرا وعاشور، وده واضح جدا لكل الناس بعد عوده الحكام من كاس الامم. عاشور ما خدش ولا مباراه، فالازمه موجوده. هل في حد في الاتحاد هيتدخل لإصلاح العلاقة ما بين الطرفين؟ هنشوف. بس أنا كنت أتمنى من بيريرا، طالما أنت شايف إن في خطأ حصل من محمود عاشور كنت تطلع قرار، لكن مش تجميد الحكم لنهاية الموسم بدون قرار. احنا بنتكلم بعمل مؤسسي وشغل محترف، رئيس لجنة حكام وأجنبي وجاي للتطوير، يبقى تحط سيستم. إيه هو السيستم؟ لو عندك حكم خالف اللائحة وطلع في الإعلان وغلط في اللجنة، لازم يكون عندك قرار، والقرار معلن، لان هنا مش قرار فني بس. هل صدر قرار؟ لا. هل حصل تحقيق؟ لا. هل في قرار بتجميد محمود عاشور نهايه الموسم؟ محدش عارف، بس هو بيريرا زعلان منه فبيدوش ماتشات كده. احنا مش بنشتغل كده، احنا ايه، اكننا قاعدين في حضانه وعندنا مشاكل شخصيه بنحلها. انا اتمنى يكون في عمل مؤسسي داخل اللجنه وداخل اتحاد الكره. في خطا حصل، اعمل تحقيق، خد قرار، حتى لو هتطلع قرار بتجميد عاشور لغايه نهايه الموسم لك كل الحق، وهو يستأنف على القرار لو عنده لائحة تنص على ذلك. لكن مشاكل ممكن تكون شخصية وتبقى على تأثيرها على المباريات وعدم تعيين عاشور في المباريات، أنا شايف إن ده غلط، سواء على عاشور أو حتى على اللجنة، لأن احنا عندنا حكم رايح ألعاب أولمبية، حكم مرشح لكأس عالم 2026. فالغلط هنا والمشكلة هنا هتبقى أكبر على منظومة التحكيم المصري. كده كده بيريرا سواء قعد سنة 2-3-10 الكرسي مش دايم لحد، لكن احنا في النهاية يهمنا إن عندنا مقعد لحكم مصر رايح بطولات قاريه كبيره، غلط يتعاقب، ما غلطش يحكم. الامر سهل جدا وبسيط جدا، بس طبقوا اللوائح. حساب بطولات مصدر بلجنه الحكام لبطولات عن هدف المقاولين الملغي. فيتور بيريرا يرى ان قرار طاقم الحكام باحتساب ركله حره غير مباشره والغاء هدف المقاولين قرار صحيح. الدنيا مقلوبه من ساعه ما خلصت مباراه المقاولين وسموحه. ضربه جزاء لاعب المقاولين دخل يسددها، شايفين على الصوره اهو زميله من لاعب المقاولين دخل وسبق، دخل منطقه الجزاء قبل تسديد ركله الجزاء. كمان شايفين حارس مرمى سموحه متقدم، الفار هنا لما تابع اللعبه والكوره ارتدت للاعب المقاولين اللي داخل منطقه الجزاء جابها هدف، فالفار بلغ الكابتن وائل فرحان هنا في خطا، فالكابتن وائل حسب ضربه حره غير مباشره وبالتالي الهدف غير محتسب. المقاولين عمل شكوى وقال لك المباراه تعاد. اللجنه طلعت تصريحات بس مش بشكل رسمي. انا كنت اتمنى ان اللجنه، بما ان رئيس اللجنه خبير اجنبي، يطلع يشرح للناس. احنا جايبين خبير اجنبي عشان ايه؟ عشان الناس تفهم وتعرف، والحكام يبقى في تطوير دايما. لكن القضيه تبقى كده مستمره ومحدش يتكلم، انا مش فاهم ده ليه. ماتش الاهلي والزمالك نفس الكلام، حصل قلق ومشاكل تحكيميه اتقالت، اللجنه طلعت علقت، ما علقتش. انا فاكر بيريرا في مره على لعبه من اللعبات قال لك لا تعليق. ليه لا تعليق؟ ما فيهاش حاجه، ده في انجلترا لجنه الحكام بتطلع تعلق على القرارات، ما فيهاش مشاكل يعني. عموما لسه الازمه مستمره وهنشوف اللي هيحصل في هذا الشان. بس انا عايز اقول لجنه الحكام، ما ينفعش تحط وائل فرحان في مباراه المقاولين وسموحه وهو كان في مباراه لسموحه الاسبوع اللي قبله. يعني راعوا مساله التعيينات شويه يا جماعه. طيب طرحنا سؤال في بدايه الحلقه وقلنا توقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي والاسماعيلي. استاذ محمد بيقول بما اننا في شهر ابريل، الشهر اللي شهد نشاه الاهلي، اتمنى يفوز الاهلي 6-0 كما جرى في 15 ابريل 2005 في استاد الرعب الاسماعيليه. يعني بالعربي كده عاوزين موسم يبدا بدري. تحياتي ليك وفريق العمل، ربنا يكرمكم، شكرا جزيلا. نروح لسامح، اتوقع مباراه قويه وممتعه ان شاء الله، فوز الاهلي كما عودنا في لقاءات الاسماعيلي الاخيره بثلاثيه جديده وبالتخصص يسجل بيرسي تاو، اتوقع تسجيل وسام ابو علي. ناخد راي تاني، عبد الله رضوان بيقول السلام عليكم استاذ محمد، شكرا جزيلا ليك. ان شاء الله النتيجه 3-0 للاهلي، هيسجل عبد القادر وامام ووسام ابو علي. اخر تعليق معايا، سيد بيقول السلام عليكم، اتوقع واتمنى 3-0 للاهلي، ان شاء الله كهربا وامام ورضا سليم. جريت بسرعه في التعليقات عشان اخد اكبر قدر من تعليقات كل الناس اللي بتشارك معانا وحريصه على المشاركه في برنامج الترند. بكره ان شاء الله مش هنكون معاكم من استوديو التحليل لمباراه الاهلي والاسماعيلي،
ويوم السبت ايضا في استوديو تحليل لمباراه الاهلي والجونه، لان المباراه الفتره الجايه كلها الساعه 7 والاستوديو التحليلي بيبدا الساعه 5 مساء. كل التوفيق للاهلي في المباراه اللي جايه، 4 مباريات ب 12 نقطه مهمه جدا في صراع الصداره على جدول الدوري العام. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.